أيام قليلة بتفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، وطبعا في الوقت ده بيكون تفكير الطلاب والأهل رايح في اتجاه واحد، وهو إزاي يقدر يدخل جامعة كبيرة أو يدرس تخصص في مجال مهم. وعشان كده بنلاقي في طلاب كتير بيبحثوا على السوشيال ميديا عن فرص لمنح دراسية اللي ممكن يستفيدوا منها، وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة مع الأستاذة ليلى حسين، مدير أول المنح الجامعية ببرنامج رواد وعلماء مصر، واللي هنعرف منها أكتر عن المنح اللي بيقدمها البرنامج اللي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي. أهلا بحضرتك يا أستاذة ليلى. أستاذة ريهام، في أنا البداية حابة أحكي لك عن المنح بتاعتنا اللي بنقدمها. يعني يمكن السنة دي خامس سنة نقدم برنامج المنح الجامعية، وتاني سنة لبرنامج رواد وعلماء مصر إن هم ينضموا مع بعض لإتاحة فرص تعليمية مميزة عن طريق منح زي ما أنت يعني أشرتي في الأول. وطبعا ده في الوقت اللي الولاد بيذاكروا، وربنا يكون معاهم كلهم يا رب آمين ويوفقهم إن شاء الله في إن شاء الله. المذاكرة. طبعا إحنا البرامج بتاعتنا يا فندم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتكون مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية التأهيلية، وإحنا في الجامعة الأمريكية بنقوم بتنفيذها. وطبعا كل المعلومات اللي بتبقى عن المنحة بتبقى موجودة على شركة نيوتن للخدمات التعليمية للاستمارة، وكل المعلومات اللي موجودة. طيب ايه الجديد اللي بيقدمه البرنامج السنة دي؟ يبقى احنا فعلا السنة اللي فاتت كنا مع بعض يا أستاذة ريهام، ايوه بالظبط، وكنا في نفس سعداء ان الوقت احنا وكانت عندنا امتحانات برضو. 250 منحة، بس السنة دي عندنا أكتر من 370 منحة للعام الأكاديمي 2024-2025، فده رقم كبير، وده بيدي فرص كبيرة إن الطلبة اللي بيقدموا إن فرصهم إن هم يتم اختيارهم تكون أكبر. طبعا السنة دي عندنا حاجات جديدة برضو أحب يعني أقولها لك، اتفضل. إن السنين اللي فاتت كنا بيبقى علمي علوم وعلمي رياضة المنحة، وكانت الشعبة الأدبية بتكون للطلاب ذوي الإعاقة. السنة دي إحنا فاتحين في الشعب جميعا، العلمي علوم والعلمي الرياضة والأدبي، وعندنا تخصصات جديدة كتير هنتكلم عليها في قطاعات مهمة جدا للدولة، فدي حاجة جديدة برضو بنقدمها السنة دي. عموما احنا دايما بنهتم ان 10 من 15% من المنح اللي احنا بنقدمها تكون للطلبة ذوي الإعاقة، ويكون نهتم كمان اكتر ان احنا دايما نبص على الطلبه من جميع محافظات مصر. يعني لازم يبقى على مستوى 27 محافظه عندنا طلبه يكونوا من الطلبه النابغين المتفوقين اللي عندهم دور في المجتمع، اللي عندهم نوال القياده بنتم اختيارهم من جميع المحافظات. وبرضه بنهتم قوي ان احنا ما بنختار 50% من الطلبه يكونوا من الاناث و50% من الذكور. فدي معلومات عموما عن المنحه. والحاجات بقى اللي السنه دي زادت زي ما انت كنت بتساليني، ان احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 11 جامعه شريكه، السنه دي بقينا 13 جامعه. الجامعات الشريكه دي في جامعات حكوميه وجامعات اهليه زي جامعه القاهره وجامعه اسكندريه، جامعه عين شمس، جامعه اسيوط، جامعه المنصوره، الاكاديميه البحريه السنه دي معانا، جامعه الزقازيق برضو السنه دي معانا، جامعه حلوان، مدينه زويل، جامعه بدر بالقاهره، الجامعات الاهليه زي جامعه الجلاله وجامعه العلمين، طبعا بالاضافه للجامعه الامريكيه. طبعا. طيب دلوقتي يا استاذه ليلى، احنا لو في حد عايز يقدم، لو حد عايز يقدم بيقدم ازاي؟ بيعمل ايه؟ ايه هي الخطوات؟ أول خطوة خالص هي الاستمارة، خطوة مهمة جدا، هي دي بداية الطالب هنا. فالاستمارة موجودة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقع شركة نيوتن، في المواقع بتاعت الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موجودة أونلاين. المهم جدا لما الطالب يبص على الاستمارة إن هو يقرأ الأسئلة اللي هي بتتكرر كتير، وإن هو يشوف إيه الأوراق المطلوبة ويجهزها، لأن دي حاجة مهمة جدا. فإحنا فتحنا استمارة التقديم بقالنا أسبوعين، وإحنا الحقيقة بيتقدم لنا طلبة كتير، سنين آلافات الطلبة بيتقدموا للمنحة دي، فبنهتم إن الطالب من بدري يجهز الاستمارة، لأن هي دي اللي بتبقى في المرحلة الأولية ليحصل تصفية بناء عليها. فبيبقى فيه أسئلة مقالية في الاستمارة، بيبقى فيه أوراق مطلوبة للدخل، بيبقى فيه يعني معلومات كتير بنحتاجها، فبنهتم قوي بالاستمارة دي. وآخر موعد لتقديم الاستمارة قبل الامتحانات 31
مايو السنة دي إن شاء الله بإذن الله. قبل الساعة واحدة، يعني الساعة 12 بالليل الاستمارة بتقفل، فمهم قوي إن قبل الساعة 12 بالليل يكون قدم الاستمارة. وإحنا حاجة عموما دايما يعني في المنح أو في التقديم في أي حاجة، يا ريت ما نستناش لآخر وقت إن إحنا نقدم في المنحة، يا ريت إن إحنا الواحد دايما يبقى مجهز نفسه بأوراقه من قبلها. طبعا الأستاذة ليلى حسين، مدير أول المنح الجامعية ببرنامج رواد وعلماء مصر، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا.